مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية ورمضان يقربنا على شاشة تلفزيون الحياة. النجمة الكبيرة ليلى علوي من النجمات اللي بنستناهم كل رمضان من خلال أعمال أكيد متميزة جدا. السنة دي هنشوفها في شخصية جديدة، هي شخصية شمس نور الدين، فتاة من طبقة غنية جدا مرتبطة بوالدها اللي رباها بعد ما فقدت أمها في الطفولة، وبتفشل في زواجها في الأشهر الأولى منه، لكن فجأة بتتحول حياة شمس من النقيض للنقيض، وبنعيش معاها رحلتها في إزاي بتبني نفسها في حياة جديدة من جديد. إحنا روحنا أكيد كواليس مسلسل شمس، وقابلنا هناك المخرج خالد الحجر، وقابلنا المنتج عصام شعبان، وكمان قابلنا الممثل الفنان طارق الإبياري طالع بدور جديد ومتميز جدا السنة دي. تعالوا نروح نشوفهم ونرجع مرة تانية. كبير خالد الحجر، اهلا بيك وسنه وانت طيب. اهلا بيك يا بني. انا حاسه ان شويه الديكور قديم شويه. هو مش قديم، هو في شقه مفروض في منطقه قديمه، المفروض احنا في شبرا. بس الشقه دي يعني نادر انك تلاقي شقه زي ده تبقى زي البلاتو. طيب مسلسل شمس اللي شدك فيه؟ اللي شدني الموضوع لانه بيتكلم على الناس الاغنياء والناس اللي مش اغنياء، وممكن ازاي يتعايشوا مع بعض او يعيشوا في هارموني مع بعض. وفي شخصية اللي بتقدمها مدام ليلى علوي، شخصية مركبة نفسيا مركبة. وعلاء حسن الكاتب عمل موضوع حلو قوي، وموضوع في المجتمع المصري من جميع الطوابع بتاعته، من مسلمين ومن عبارات وشجعنا في شبرا. طب ليه الناس افتكرته في الأول مسلسل رعب؟ عشان البرومو شوية. هو مش رعب اكتر من ما هو فيه حاله نفسيه شويه. تخيل ان شاء الله ان هو هيتشاف وهيتشاف حلو وهيعمل هياخد مكانته في رمضان، ولا خايف من الاعمال الدراميه اللي عندكم في القناه هيتشاف؟ ان شاء الله اكيد مسلسل شمس على تلفزيون الحياه. اخراجيا بتتعامل مع الموضوع ازاي؟ تالي اخراجيا بيكون صعب، تعامل معاه ازاي؟ انا مستخدم تكنيك مختلف، ومعايا مدير تصوير من المجر عاملين صوره حلوه قوي، مارتي وجيرك عاملين صورة جديدة، عاملين شطات أنا أول مرة أجربها، شطات طويلة أو ما فيهاش قطع، يعني حوالي 7 دقايق. بجد؟ متهيألي صعب جدا، مش بيتعمل كتير كمان. ففي جزء كبير من المشاهد كده متصورة وان شوت. 7 دقايق وان شوت؟ وليلى علوي ابدعت في الحاجات في المشاهد دي. بتندمج اكتر كمان. هي للممثل كويسه لانه زي المسرح طبعا اكيد بيبقى احسن كتير، بيندمج اكتر بكتير. طيب تقول للناس ايه بقى على مسلسل شمس؟ اقول لهم انه مسلسل ان شاء الله يعجبكم وهيشدكم، وهو في حاله انسانيه جميله وحاله اجتماعيه حلوه، وان شاء الله انبسط. ربنا يوفقكم وان شاء الله يكون عمل ناجح ويتشاف على تلفزيون الحياه مسلسل شمس، ونشوفكم ان شاء الله في رمضان، وهشوفكم كمان بعد رمضان ان شاء الله. طارق كل سنه وانت طيب. وانت طيبه منورانا النهارده. بنورك، عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ايه اللوك الجامد ده؟ والله ده حسن يو لوك. ده خالص مختلف تماما. ايه بقى؟ ده بفضل الله، الحمد لله ربنا كرمني هنا بدور يحيى. هو شاب شعبي جميل بيحب يغني مهرجانات وكده وبس. فطول الوقت بيغني مهرجانات ازاي يعني؟ يعني هتشوفي بقى في المسلسل. بتغني ازاي؟ لا يعني هو بيغني مهرجانات وبيقول شعر يعني هو تمام، وبالنسبه له اللي هي الاغاني الشعبي الجديده اللي نازله اليومين دول. يعني هو مثلا اوكا اورتيجا وشحت جرجي حبايبي بيسلم عليهم يعني، و50 والسادات والستايل ده كله. ومعنا هنا الجنرال برضه بنغني مع بعض عاملين حاجات كده، في جو كده لطيف الحمد لله. وحاسس ان هو هيطلع حاجه كويسه. غنيت صوتك طلع حلو يا والله. انا ما بحبش صوتي خالص. بس فضل بالله يعني هو استاذ خالد قال لي لا حلو وانبسط يعني، فاستاذ خالد الحجر. فالحمد لله. لا تمام يعني صوتك طلع كويس. انا ما اعرفش يعني ممكن بعد كده تلاقي ناس مشغله اغانيك في التكاتك عادي يعني، لو الاغاني عجبتهم هتلاقيها انتشرت. اتمنى يا رب. يلا مبروك على الدور وان شاء الله يطلع حاجه كويسه. ربنا يخليك بنورك. ميرسي جدا. انتظرونا ان شاء الله في رمضان بمسلسل شمس على قناة الحياة، دراما بلون الحياة. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم.
المنتج عصام شعبان، كل سنة وانت طيب. طيبين وبخير. انا بلاحظ ان انتوا واخدين عمارة بحالها في المنيل. خدتوا العمارة كلها ازاي؟ والله هو بيجي من مخرج منفذ، لما بيجي يحط خطة للتصوير فبيضيق الوقت، ما ينفعش ان احنا نبني شقق ونرجع نهد ونرجع نبني شقق في استوديو، فبيبتدي يدور على البديل، وده يعني وجدناه حل يعني في فرح ليلى ومسلسل الشمس، ان احنا بناخد بيت بالكامل بيعاد تاسيسه وتوضيبه ودهاناته تكييفه وارضيته اضاءه بالكامل، وبنبتدي نشتغل فيه، فده بينجز في الوقت وبيعمل فخدته العماره كلها. رمضان ده فيه طبعا اعمال دراميه كتير جدا واعمال كلها عظيمه وكبيره، شايف مسلسل شمس هيكون فين؟ مسلسل شمس يعني منطقته منطقه هادفه رومانسيه اجتماعيه، ما فيهاش التعقيدات ولا المشاكل اللي كل الناس شايفاها، فيمكن ده اللي يخلي يبقى قريب قوي من المشاهد. شايف ان الناس تعبت مثلا من الحاجات الاكشن والزعل والدراما، فهتبقى كل حبه حاجه اللي احنا بسيطه بيها دلوقتي ده هيعالجها باذن الله. هيعالجها فعلا إن شاء الله. طيب ان شاء الله مسلسل شمس هيتعرض على تلفزيون حياه، ان شاء الله نجاح كبير والناس كلها تتفرج عليه، واكيد احنا هنشوفه ان شاء الله.